منظمة المرأة الاستقلالية؟ إن منظمة المرأة الاستقلالية في إطار أنشطتها بمناسبة 8 مارس ككل سنة التي تعتبر هذا اليوم هو محطة أو منصة كبيرة لاستعراض المشاكل التي تعاني منها النساء في القرى، في البوادي، في المعمل، في القطاع الحكومي، في أي مكان. فنحن نرى اليوم أنه لابد من تسليط الضوء على قيمة الرياضة والرياضيات في حياة المرأة، لأن المرأة تقوم بمجهودات كثيرة ولها ضغوط كثيرة نفسية مادية إلى غير ذلك، لا يمكن أن تتخلص منها إلا بواسطة الرياضة. لهذا فإننا نسلط الضوء على وجوه رياضية وسنحتفي بأخوات من الرياضة لكي نقول بأن الرياضة كفيلة بتخفيض ميزانية الصحة، الرياضة كفيلة برفع مستوى الأمل في الحياة. إذن الرياضة حلقة قوية يجب أن ندخلها في حياتنا اليومية، لأننا نؤمن أن الرياضة حلقة أساسية في درب طويل من النضال، طريق شائك مليء بالمطبات لا يمكن أن نستعين فيه عليه إلا بالرياضة. سعيدة بتواجدي اليوم هنا في المقر ديال حزب استقلال، بالمناسبة هو تنظيم منظمة المرأة الاستقلالية اللي نظمت هذا الاحتفال هذا بالمناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة. ولو أنه في الحقيقة المعنى الحقيقي وكذلك الشيء الأساسي والمهم في هذا اللقاء هذا فهو لقاء تواصلي من أجل النهوض بالرياضة النسوية على الصعيد الوطني. مشكورة لخديجة على هذه البادرة هذه لأنها واعية ووعات بدور المرأة في الميدان الرياضي وكذلك دورها كمرأة كأم كمساندة للعائلة وكذلك كمشجعة للأبناء ديالها في الممارسة الرياضية. فلهذا إن شاء الله في المستقبل غادي يكون واحد عدة لقاءات على الصعيد الوطني طبعا بالتنسيق مع السيدة خديجة وكذلك النساء الاستقلاليات والجامعة الملكية المغربية للرياضة الجميع وكذلك جمعية المرأة إنجازات وقيم اللي تنترأسها، لأنه باش يكون واحد انطلاقة أو تشجيع المرأة على الممارسة الرياضية ثقافيا و جسديا، لان باش تمشي للمراه الممارسه الرياضيه ماشي من اجل باش تحصل على القاب عالميه ولكن من اجل الصحه ديالها، من اجل لان الان العالم كله تيتكلم على الصحه، الان العالم كله تيتكلم على القيم. فلهذا احنا بدورنا كنساء على اننا غادي نساهموا في التطوير وتشجيع المراه على الممارسه الرياضيه. انا شي فخوره اليوم التواجد ديالي في حزب الاستقلال مع البطلات الكبار السيده خديجه الاعلاميه الكبيره ديالنا والبطله الاولمبيه اللي زهر دوال. صراحه كنفتخر انني كمراه مغربيه كنمثل الرياضه المغربيه في المحافل الدوليه، وكنشكر زعما الاعلام والحزب الاستقلال على الاهتمام ديالو بالرياضه المغربيه. صراحه اللي عطاتنا واحد القوه من الضعف، واحد تبدلت الحياه ديالنا ولينا كنفتخر بنا كابطال مغاربه. شرف لي انني نكون بطله مغربيه ويفتخر بي العائله ديالي، صحابي، الشعب المغربي. وشكرا لكم بزاف على الدعوه، وتحيه لحزب الاستقلال، صرفت لي انني نكون معكم وشكرا لكم. بهذا التكريم هو تشريف وتكليف في نفس الوقت وتحفيز لي بذل المزيد من الجهد والعطاء كصحفيه رياضية تشتغل في المجال الرياضي منذ 15 سنة بالإذاعة الوطنية. مسار اشتغال ديال 15 سنة يعني اللي فيه أشياء كثيرة. صراحة أنا التجربة ديالي تجربة اللي تشرفت أنه في بداياتي أنه نشتغل مع أسماء اللي كبيرة في المجال الإعلام الرياضي كمحمد العزاوي اللي تنتمنى له بالمناسبة الشفاء العاجل، المرحوم الأيوبي، الحراق، زملائي الحاليين. تجربتي كان فيها احتضان، دعم، مساندة من قبل الرجل على اعتبار أنني كنت العنصر النسوي الوحيد بقطاع الرياضة بالإذاعة الوطنية. يعني ما عشتش لا تمييز من قبل الرجل، بالعكس الرجل كان مساند لي. والمجال الإعلام الرياضي النسوي الآن يعني العنصر النسوي أصبح حاضر بشكل كبير في المجال الرياضي،
ونتمنى للزميلات الإعلاميات الرياضيات يعني التألق ومزيد من أنهم يكونوا في المستوى الكبير إن شاء الله. شكي طمنا الرياضة في لقاءات وفي اجتماعات عن بعد وفي آخر المطار استطعنا ومفتخرين بحزب الاستقلال. فيما يخص الاحتفال بالمرأة واختار شعار الرياضة وكرم الرياضيات بشكل متميز في مختلف الأنواع سواء الإعلامي أو أيضا المسير أو الرياضي أو الرياضية، فتعتقد على أنه الآن يعني يمكننا نقول على أنه الشيء اللي خاصه يعني نركز عليه فيما يخص هذا اليوم أو هذه الأيام التي تعيش المرأة في أزهى أيامها، وإن كان أن المرأة يجب أن يكون الاحتفال بها في 365 يوم وليس في يوم واحد على مستوى التشريع. فأعتقد على أنه نداء الآن إلى يعني أصحاب التشريع أو في قبة البرلمان أو من ينوب عنهن أن يلتفتن إلى الأمور الخاصة بالتشريع الرياضي، وأن يوصلنا الأصوات إلى قبة البرلمان من أجل أن يكون هناك التفاتة إلى ما يعرف بالإطار القانوني أو التشريعي، وبالتالي يجب أن يعنى بالاهتمام اللازم على مستوى الرياضي وأيضا حتى على مستوى يعني المرأة الرياضية على مستوى القرار. يعني تنشوفوا على أنه على مستوى القرار هناك غياب أو هناك نقص فيما يخص تواجد المرأة على مستوى القرار، فهذا نداء من خلال حتى تغيير التشريع أو إعادة النظر أو تعديل النصوص القانونية الخاصة بالتعديل بالتشريع فيما يخص تواجد بشكل كبير للمرأة، وأيضا النص على مستوى الإطار القانوني على تواجدها بشكل قوي في مختلف مراكز القرار وفي مختلف أيضا الهياكل سواء القارية أو العربية أو حتى الدولية.